أسمينة؟ مع مين كنتي عم تحكي دروسة؟ وليش ماسك إيدك؟ لا بينولوبي، ما بقدر أعمل هالشي أبداً. أنا بعملها لحالي. رجعي لعقلك، المفتاح دائماً موجود مع أمي. متأكدة إنه في واحد تاني؟ بلاقيه وباخد المصاري ومنروح سوا. أنت ما عليك غير تلاقي مكان ننام فيه كم يوم وبس. بينولوبي، اللي عم بتقوليه مانو منطقي أبداً. يلي مو منطقي هو لمبستك، وطبعاً خليتك تفوت على قلبي وأنا كنت عم أتزوج من واحد تاني بوقتها. أنا هون لأنه لسه بحبك وبعرف إنه منقدر نكون سوا ميليتيس. مو بهالطريقة. مستعدة أتخلى عن كل شي من شانك. مو خايفة من شي. شو مشان أهلك؟ أكيد رح ينهاروا. رح ضحي كرمالك. وأنت؟ ما بقدر، ما فيني اغدر ابوك. وحبك الي هذا كمان غدر؟ ما حدا في يتحكم بقلبه. كيف بدك اسرق شي من الشخص اللي وثق فيني، خلاني اعيش ببيته ورباني كمان؟ لاقي طريقة تاني. بعدك مو شايفة في حل تاني؟ ما كنت متوقعة انك تخاف وتستسلم بهاي السهولة. خسارة. يلا نزيل. قلت لك شو صار وما فتحت تمك بكلمة واحدة، هاد يعني انك مو مصدقني؟ صدق شو؟ انك انت قابلت هذا الواطي لحتى تحميني؟ بس هو اللي اجى لعندي بابا طلب اني احكي معك لتحن عليه وتقرر انك تساعده.